مرحبا واهلا وسهلا فيكم، سلام للجميع في حلقه جديده من حلقات اللي عودناكم عليها انها تكون متميزه بتهم المواطن العربي في المهجر. اليوم حنتكلم عن موضوع ترند الساعه، الكل عم بيحكي عنه بس في ناس لحد الان مش فاهمين ليش بيحكوا عنه. دخلت كندا ولا ما دخلت؟ اخذت هذا المقعد ولا ما اخذت؟ طبعا نحكي عن مقعد مجلس الامن اللي بتتنافس عليه كندا وبتلعب عليه قاعده دعايه ودور كبير، ورئيس الوزراء زار دول كثيره عشان ياخذ اصواتهم، وللاسف طبعا كندا خسرته. فاليوم حنتكلم انا والاستاذ محمد صديقي عن هذا الموضوع. في ضيافتنا عالم وباحث وشخصيه يعني نفتخر أنه معنا اليوم، دكتور عاطف قبرصي. دكتور عاطف قبرصي كان نائب للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الأمم المتحدة في لبنان، وكان أيضا أو يعمل أستاذا في الاقتصاد في جامعة ماكماستر. أهلا وسهلا فيك دكتور عاطف. تسلم، شكرا. أهلا دكتور عاطف. طبعا هذا الموضوع لاقى جدلا كبيرا في الوسط العربي، وكما لاقى أكيد جدلا كبيرا على مستوى كندا والأوساط الكندية. موضوع أن تكون كندا عضو في مجلس الأمن، هذا موضوعنا لهذه الليلة. والحقيقة كندا كما نعلم تعمل منذ سنوات على هذا الأمر حتى تكون عضوا في مجلس الأمن. دكتور عاطف، بعد الترحيب بك والشكر على حضورك معنا للحديث في هذا الموضوع الهام جدا، نريد أن نفهم فقط في البداية تركيبة مجلس الأمن كيف تكون وكيف تتشكل. مجلس الأمن يشكل الوزارة، حيث أن الجمعية العمومية هي بمثابة البرلمان، وهناك 15 مقعد، 5 من هذه المقاعد مقاعد دائمة، وللفريق الذي يكون في هذه الحلقة من 5 لهم حق النقد، الفيتو باور، لا يمكن أن يمر أي مشروع قرار من مجلس الأمن إذا ما استعملت إحدى هذه الدول الخمس حق النقد والفيتو. وهذه الدول هي أمريكا وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين، وهناك 10 مقاعد أخرى تنتخب من الأعضاء في الجمعية العمومية، وعادة توزع بحسب المناطق. كندا وأوروبا هي من ضمن المجموعة التي تعتبر دول الشمال، ويبقى العضو الذي ينتخب لمدة 2، وليس لهم حق النقد، ولكن القرارات التي تمر إن لم يكن هناك أي استعمال للفيتو تمر بأكثرية 9 أصوات من مجموع 15. ولذلك هناك أهمية كبيرة لهذا المقعد، إذ أن مجلس الأمن قراراته نافذة، قرارات الجمعية العمومية قرارات أخلاقية، حيث أن الأعضاء ليسوا مجبرين على التزام بها. أما قرارات مجلس الأمن فهي قرارات نافذة، ولا يحق لأي عضو أن يكون خارج الالتزام لهذه القرارات. أما الأهداف العامة الكبرى لمجلس الأمن فأولها وأهمها أنها المسؤولة عن الأمن والاستقرار في العالم، وجميع القرارات التي تؤخذ في موضوع الأمن وموضوع الاستقرار العالمي هي من صلاحيات مجلس الأمن. واضح. طب لو سريعا تعرجنا على تاريخ كندا في مجلس الأمن، يعني أكيد بدنا ندخل ونسأل ليش كندا بدها تترشح. طب إيش كان التاريخ تبع كندا في هذا المجلس؟
شوف، خسارة كندا لهذا المقعد من يومين أو ثلاث ليست المرة الأولى وهي المرة الثالثة، وهي تشكل بشكل عام صفعات، لأنه لمرتين على التوالي تنتخب دولتين من أوروبا ولا تدخل كندا إلى مجلس الأمن. كان في العادة وفي السابق، وكانت كندا دائما دولة وكأنها لها الحق في هذا المنصب، لكن الأمور تغيرت، ولم تتغير فقط على أيام حكومة هاربر، بدأت التغير والسؤال حول كندا مع بول مارتن، ولكنها أصبحت مشكلة بحكومة هاربر واستمرت بحكومة ترودو، لأنه لم يغير ترودو الأمور التي استصعبت الدول الأخرى على القبول بها. دعني أطرح أربع خمس أمور لم تتجاوب كندا معها بشكل يؤهلها أو أن تستفيد من الدعم الدولي لها. تفضل. لقد خسرت بمعدل كبير، أكثر من 90 صوت، يعني هناك 204 دول في الأمم المتحدة تصوت، كندا لم تحصل على أكثر من 100 105 أصوات. والسبب الرئيسي والأهم من كله أن هناك مجموعة من الدول تعتبر أن أمريكا وكندا يمثلان فريقا واحدا، يعني ارتباط كندا بأمريكا في المعترك الدولي في السياسات الخارجية أصبح ملتصقا بصفة غير طبيعية، وتشكل هذا أسئلة، وعدد كبير من الدول تريد كندا موقفها السيادي المستقل. ثانيا، كندا كانت توزع 50% من مجموع ما من المعونات التي تقدمها للدول إلى أفريقيا والدول الفقيرة. عندما جاء هاربر غير هذه المنظومة وهذه المعادلة، وأصبح يعطي الأموال إلى أوكرانيا وإلى دول أكثر صداقة وتتماشى سياستها مع سياسة هاربر. وكذلك، ومن المؤسف جدا، أن كندا كانت الدولة التي كان لها اليد الطولة في البلو بيري، يعني القبعات الزرقاء، القوى العسكرية الحافظة للسلام. كانت كندا صاحبة هذه الفكرة على أيام بيرسون. مع الأسف الشديد أنه منذ مدة، خاصة في 2008 و10، اليمن كانت تقدم أكثر من جنودها في القبعات الزرقاء في جيش الأمم المتحدة أكثر من كندا. يعني كل هذه الأمور مجتمعة، وأهمها بالنسبة للعالم العربي أن كندا غيرت سياستها العادلة السابقة التي كانت تلتزم الحياد ونوع من الإنصاف والمساواة يعني الأوبجكتيفيتي، يعني موضوعية. الموضوعية بالنسبة إلى فلسطين. منذ أيام بول مارتن الذي غير سياسة كندا الخارجية وأكملها ووسعها وعمقها هاربر، وجاء حكومة ترودو ولم تغير جذريا بعض الأمور الصغيرة مهمة، أنه رفع ما تقدمه كندا لمنظمة الأونروا، ولكنه لم يغير من القرارات التي لم تتخذ من قبل كندا لحماية حقوق الإنسان ولإعطاء الفلسطينيين الحقوق الطبيعية لهم في تقرير المصير. وهذه أمور خطيرة، وقد دكتور، اعتبرها خصوصا الدول التي كانت جزء من مجموعة 66، يلي كانت في السابق مجموعة عدم الانحياز،
المنظمة الأفريقية ومنظمة الجماعة المسلم جروب، يعني الدول الإسلامية، مؤتمر الدول الإسلامية. تماما. وهؤلاء يعني اعتبروا أن موقف كندا أكثر التصاقا بأمريكا ومشابها لأمريكا وداعما بدون حدود لإسرائيل مغايرة لما يطلبه الكنديون. يعني آخر استفتاء هناك يعني واضح جدا أن هناك أكثرية من الكنديين لا تحبذ المواقف التي تتخذها حكومة كندا بمساعدة ومساندة إسرائيل وعدم مساندتها ودعمها وحمايتها لحقوق الإنسان في فلسطين. إذن مختصر دكتور اللي حكيته هو السياسة الخارجية التي أدت إلى خسارة كندا تقريبا لهذا المقعد. تماما. وهي بالأساس يعني هناك قضيتين أساسيتين. أولا أن كندا كانت في السابق تبني سياستها الخارجية على دعم حقوق الإنسان وعلى دعم الدول الفقيرة في الأمم المتحدة وحماية البيئة وأعطاء الشعوب المغلوبة على أمرها قدراً من المساعدة والمساندة. اليوم أصبحت كندا كالولايات المتحدة تبني سياستها الخارجية بناءً على اعتبارات ضيقة تمليها عليها مصالحها الداخلية الانتخابية. وهذا ما هو برأيي المفصل الأساسي الذي أخذه عدد كبير من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أنه موقف مغاير لتاريخ كندا وغير يعني مقبول عالميا أن تصبح كندا تمشي وتحشر نفسها مع الولايات المتحدة وإسرائيل وبضعة من الدول الأنجلوساكسونية وتضرب بعرض الحائط مصالحها ومكانتها العالمية الموضوعية التي كانت تتشبث بها وتمارسها في الأمم المتحدة. دكتور يعني الكلام هذا يبدو عند البعض أنه فيه شيء محتاج لتفسير. خلينا نقول يعني إحنا في عالمنا العربي وربما في العالم ما نعتقد دائما أنه كون مع أمريكا تكسب، كون مع إسرائيل تكسب. فيعني اليوم تقول لنا أنه واحد من أسباب خسارة كندا في مقعد مجلس الأمن، مقاعد مجلس الأمن، هو حسابها على الولايات المتحدة الأمريكية، حسابها على المواقف الإسرائيلية. هذا التفسير يعني يحتاج إلى تفسير. إحنا عقولنا العربية دائما ترى أنه دول العالم كلها يعني رهن إشارة الولايات المتحدة الأمريكية، إذا قالت لهم افعلوا يفعلوا، صوتوا صوتوا. وهذا ما نجده بانحياز، ليس فقط انحياز كندي في الفترة الأخيرة، هو انحياز عالمي نحو المواقف الإسرائيلية، انحياز عالمي ضد المواقف العربية في القضية الفلسطينية. اليوم دكتور عاطف كأنك تقول لنا أن المعادلة فيها معادلات، ليست معادلة واحدة بسيطة وإنما هي معادلات معقدة. هل ممكن أن نفكك هذه المعادلات المعقدة قبل أن ندخل على الشروط الأخرى؟ لأن حقيقة أيضا الشروط الأخرى يعني تحتاج إلى تفكيك بسيط، ولكن هذه أكبرها التي تحتاج أن نشرحها ونوضحها. ما أولا دعني يعني أقول بصراحة ولا أعتقد أحدا منا يفرح أن كندا خسرت مقعدها، ولكننا لسنا باستزاجة أن نقول أننا لم نتوقع ذلك، لأن جزءا لا يتجزأ من موقع كندا العالمي كان دائما بقدرتها عن الاستقلالية عن ما تفرضه عليها الولايات المتحدة. يعني أروع ما حصل مع ترودو الأب أنه وقف في وجه أمريكا عندما أرادت أن تأخذه إلى فيتنام، ووقف في وجهها كريتيان عندما أرادته أن تكون معها في العراق. لكن الموجع أن هاربر
وترودو الابن لم يأخذوا بهذه العبرة وضربوا بعير للحائط في هذا التاريخ من استقلالية كندا وكونها قادرة على أن تدخل المعترك الدولي باستقلالية. أنا أفهم أن هناك علاقة سببية بين احتياج كندا إلى أمريكا. يعني تأمل أن كندا تصدر إلى أمريكا 80% من مجموع صادراتها، وأن كندا تواجه اليوم نظام أمريكي مع ترامب مشحف بحق الصداقات، وكان يهول دائما أن كندا تأخذ من أمريكا منافع كبيرة وأن أمريكا مستغلة. الواقع ليس كذلك. ليس هناك أن مثلا مع المكسيك كندا أمريكا عندها عجز 70-80 بليون دولار بينما لديها 11 بليون دولار فائض مع كندا. يعني أقوال الرئيس ترامب لم تكن واقعية، ولكن هناك تخوف كبير، ويظهر أن حكومة ترودو تحاول برأيي خاطئة أن تتجاوب وأن تقبل إملاءات الأمريكيين عليها خوفا من تبعات ما يمكن أن يأخذه الرئيس ترامب تجاه كندا. ولكن هذه الأمور لم تتغير، كان الأمر كذلك أيام ترودو الأب وأيام كريتيان، ولم يقبل ترودو الأب ولا كريتيان بقبول هذه المقولة وهذا الاعتماد الاقتصادي على السوق الأمريكي، لأنه الكندي يظهر يريد أن يتاجر مع كل العالم إذا ما تمكن أن يأتي ويأكل في بيته. يعني لم تتمكن ولم تخطط كندا، وهذا برأيي قد يجوز أن يكون خطأ أن تعتمد هذا الاعتماد المفرط على السوق الأمريكية، وأن يعني تكون أمريكا في موقع تملي على كندا مواقفها الدولية. كندا تعتبر عالميا ودوليا أنها دولة تهتم بحقوق الإنسان وبتحقيق حقوق الإنسان في تقرير مصيرهم، وإذا بها اليوم الدولة التي على صفحتها الإلكترونية تقف مواقف مبدئية مع دول العالم ومع الفلسطينيين، أنما عندما يأتي دورها للتصويت في مجلس في الجمعية العمومية تقف دائما إلى جانب أمريكا وإسرائيل، ولا تقف المواقف السابقة التي وقفتها بأخلاقية عالية مع الفلسطينيين ومع العالم. يعني أنا اسمح لي دكتور عاطف أستزيد منك توضيحا. اليوم احنا كأننا نقول انه الدول العربية ودول المؤتمر الإسلامي كأنه يعني لها ملاحظات على كندا بسبب مواقفها من إسرائيل ودعمها لإسرائيل ومواقفها وعلاقاتها مع أمريكا، في حين انه احنا نعلم ان دول العربية ودول المؤتمر الإسلامي كل علاقتها ودعمها المفرط دون تفكير، هذا ما نعتقده، صوب لي إذا كنت مخطئا، كل دعمها وتأييدها للولايات المتحدة الأمريكية دون سؤال أو نقاش. فهل هذا عامل حقيقي موجود يمكن أن يؤثر على كندا وعلى وتصويت دول العالم العربي والمؤتمر الإسلامي ضدها؟ وهل فعلا العالم الإسلامي والمؤتمر الإسلامي والدول العربية صوتت ضد كندا وكان هذا هو السبب؟ دول يعني عدم الانحياز رأت في كندا مثلا العلاقة بينها وبين أمريكا، وهل دول عدم الانحياز هل فعلا هي دول عدم انحياز أم تغيرت المعادلة وصارت هي دول انحياز لأمريكا؟ يعني إلى الآن الصورة التي في أذهاننا جميعاً إنه لا تستطيع أي دولة أن تصوت ضد دولة تريدها أمريكا. إذا كانت أمريكا يعني هذا أنا بالنسبة لي شخصياً يعني لي إنه أمريكا رفعت الغطاء عن كندا
وربما يعني لي انه كندا حاولت ان تتفلت من تحت على العباءة الأمريكية فرفعت يدها عنها ولم يؤيدها أحدا، ورأينا ذلك في خطوات كندا الخارجية مع بعض المواقف اللي كانت فيها أخذت موقفا من بعض الدول العربية بخلاف دعم وتأييد أمريكا لهذه الدول. يعني أخ محمد، أنا لا يعني أكون بموقع البوح بأي سر أن هناك دول خليجية اليوم تحاول أن تطبع وتخلق علاقات مع إسرائيل ليست العلاقات السابقة التي كنا نعرفها عن هذه الدول، كانت السعودية أو الإمارات بوجه خاص، غير أن هذه الدول لا يمكن وليس بإمكانها مع أن تخرج إلى شعوبها بموقف ليس بموقف مش يعني حتى الآن مؤيد ومؤازر لفلسطين. هلأ يمكن صوتت السعودية ضد كندا ليس بسبب الانحياز الكندي لإسرائيل، وإنما لأسباب خاصة، وخصوصا أن كندا قامت ووقفت مع المدونين والذين طالبوا بحقوق الإنسان وحرية التعبير في السعودية. لكنني أجزم أن مجموعة 66 اللي كانت سابقا الانحياز واليوم تشكل هذه المجموعة أكثر من 147 دولة أخذوا قرارا جماعيا بمؤازرة فلسطين، ويعتبرون أي موقف لأي دولة لا تحترم حقوق الفلسطينيين الطبيعية في تقرير المصير وحقوقهم الطبيعية التي لا يحترمها الجيش الإسرائيلي يوميا باعتقال الأطفال والقتل الجماعي والعقوبات الجماعية وضم الأراضي وقضم المصادر المائية والكهربائية وغيرها. هذه الدول مجتمعة بقرار جماعي وقفت وتقف مع فلسطين ولا تقبل بأي موقف كان لأمريكا أم لكندا أو لأستراليا أو لبريطانيا الذي ينتهج سياسة مخالفة لهذا الموقع والموقف التي اتخذته هذه المجموعة بمؤازرة الشعب الفلسطيني في حقوقه الطبيعية وفي حقوق الإنسان التي تهضم والتي تدوس عليها إسرائيل بجزماتها العسكرية. طب دكتور، في عندي سؤال الآن، يعني بالتلخيص يعني يمكن في ناس بتسأل لماذا ترشحت كندا؟ يعني احنا لو طلعنا على ايرلندا والدول الاخرى بشكل عام اللي ترشحت قبل كندا بحوالي 7-8 سنوات، ولكن كندا رجعت ترشحت بعد دخول حكومه ترودو للحكم. هل هو تسجيل موقف انتخاب للباليين في كندا ونحكي احنا حاولنا نرجع لكن للاسف لم نستطع، ام هو موضوع فعلا كندا تريد أن تعيد اسمها على الساحة الدولية وإثبات أن كندا دولة تحترم حقوق الإنسان وتدعم القانون الدولي؟ يعني هناك تاريخ طويل كبير لكندا تدعم الأمم المتحدة، من أهم الدول الداعمة للأمم المتحدة ومواقعها ومواقفها وأعمالها هي كندا. يعني هناك تاريخ طويل من مؤازرة كندا، وكما قلت أن لستر بي بيرسون رئيس وزراء كندا هو الذي كان صاحب فكرة القبعات الزرقاء وموقف الأمم المتحدة الداعم والحافظ للسلام في العالم. كانت البندقية الكندية دائما بندقية للسلام، كانت دائما كندا تقدم أكبر أعداد الجنود في مهمات الحفاظ على السلام، كان في سيناء أو في الجولان أو في قبرص أو في سريلانكا.
غابت كندا عن هذا المسرح. أعتقد أن رئيس وزرائنا سيد ترودو اعتبر أن خسارة كندا لموقعها، وكانت كندا دائما تنتخب بدون أي يعني عناء أو جهد من قبل كندا، كان هناك قبول كبير واسع جدا لكندا ولتقدير كبير وواسع لمواقفها المبدئية ولدعمها للأمم المتحدة. في هناك قضية أساسية أن الولايات المتحدة كانت تتأخر دائما بدفع ما يتوجب عليها من دعم للأمم المتحدة، كانت في السابق المعونات يعني التكاليف التي تدفعها أمريكا من ميزانية الأمم المتحدة تشكل 30% من مجموعها، سقطت اليوم إلى 15%. وكان هناك دائما تلكؤ من قبل الأمريكيين على دفع ما يتوجب عليهم من أقساط. في مرة من المرات قام الرئيس وزرائنا كريتيان بدفع بسنة واحدة مسبقا 8 سنوات تعويضا عما تأخرت عنه وتلكأت عن دفعه الولايات المتحدة. هناك تاريخ كبير واسع وقديم عن كون كندا جزءا أساسيا وداعما قويا للأمم المتحدة، غير أن هاربر وقبله بول مارتن، وعندما جاء ألو؟ ألو؟ يبدو أنه الإنترنت أيوة؟ أوكي. كمل دكتور، كمل، خطأ شوي الإنترنت. يعني أعتقد يعني اعتبر رئيس وزرائنا أنه يمثل موقف مغايراً لهاربر، وأن سقوط كندا في محاولتها للدخول إلى مجلس الأمن كان يرتبط بهاربر، ولكن أثبت الأمر أن ليس هناك، ولم يتمكن أعضاء الجمعية العمومية من الدول أن ترتأي أن هناك تغيرا جذريا بين ما كان رئيس وزراء هاربر ينتهجه وبينما ما ينتهج من سياسة خارجية ترودو. لذلك جاءت الصفحة لأنه لو يعني في هناك شيء خطير هون. دائما كان ينتخب واحد هو المجموعة الأوروبية وكندا وأمريكا، بس أمريكا موجودة دائم، يعني كانت كندا دائما كان ينتخب عضو من أوروبا وعضو من أمريكا الشمالية، وكانت كندا تمثل هذا العضو دائما. هذه المرة، المرة السابقة والمرة الأسبق انتخبوا دولتين من أوروبا ولم تنتخب كندا. وأنا أعتقد أن لهذا التغاير وهذه عدم قبول الأعضاء بانتخاب كندا له علاقة وثيقة بما تغيرت به كندا من مساعداتها الخارجية لأفريقيا والدول الفقيرة، وموقف كندا من ما تقدمه لقوات حفظ السلام، ومواقف كندا المؤازرة للشعوب الضعيفة والحقوق المهضومة وحقوق الإنسان التي تنتهك يوميا في فلسطين. أنا أعتقد أن هناك سببا رئيسيا و سببا يعني ليس عشوائيا وإنما في الصميم مواقف كندا تجاه الفلسطينيين. طيب دكتور عاطف، كندا قامت بأفعال مختلفة، الخارجية الكندية قامت بأفعال مختلفة، وهذه الأفعال أشعرتنا أنه كندا يعني تسير بقوة الصاروخ نحو مجلس الأمن، وكان في تفسيرات كثيرة تقول أنه كندا تقوم بهذه الأفعال لتقنع دول الدول في الأمم المتحدة لانتخابها في مقعد مجلس الأمن الذي تريده. وجدنا منها مواقف حقيقة البعض لم يستطع تفسيرها من بعض الدول العربية في موضوع حقوق الإنسان، إذ أن لهجة الدبلوماسية عادة
تكون هادئة. كانت لهجة الدبلوماسية الكندية فيها شديدة جدا وواضحة جدا وقاسية جدا باتجاه حقوق الإنسان، أنه لن نهادن في موضوع حقوق الإنسان. وجدنا منها مواقف في موضوع اللاجئين، وكانت واضحة في موضوع اللاجئين واستقبال عدد كبير من اللاجئين، وتحملت وتكبدت الكثير ماليا باتجاه مساعدة ومساندة اللاجئين. وجدنا مواقف مختلفة لكندا في مواضيع حفظ الأمن والسلام. هذا كان كله دائما يفسر على أنه، لأنه بعضه لم يكن مفهوما، يعني بعضه كان كندا كأنها تضع نفسها أو تحشر، قول تحشر نفسها في مكان هي دائما تنأى بنفسها عنها. ولكن كان التفسير أنه كندا تريد أن تسجل مواقف حتى ترصد هذه المواقف عند خوض الانتخابات لمقعد مجلس الأمن. الآن بعد خسارة كندا، هل هذه المواقف من كندا والأفعال المختلفة من كندا لم تكن بالاتجاه الصحيح، باءت بالفشل، لم تستطع أن تقنع دول الأمم المتحدة لانتخابها في هذا المجلس، أم أن كندا كانت تفتعل هذه الأعمال كما كان في ذلك الوقت؟ يعني البعض يقول أن كندا كانت تفتعل هذه الأمور ولكنها لم تكن حقيقة يعني حريصة على ما تقوله، وإنما هي عبارة عن شعارات وأقوال. ولذلك في مواقف أخرى زي المواقف في القضية الفلسطينية لم تكن تحمل ذات المنهج في التعامل، اختارت بعض المواقف تعاملت فيها من أجل فقط يعني زي ما بقولوا ذر الرماد في العيون واكتسابها لمواقف، لكنها لم تكن مواقف حقيقية. في أي الاتجاهين تفسير ما قامت به كندا، وهل كان فعالا أم غير فعال؟ وجيه جدا ولكن علي سؤال وجيه جدا، ولكن علينا أن نكون موضوعيين في القضية. حكومة كندا مع ترودو ليست شبيهة بمواقف كندا مع هارفر. هناك تغيرات وحصلت، وهي يعني تغيرات إيجابية، يعني موقع كندا وموقفها تجاه اللاجئين واستخدامها للأعداد الكبيرة والمعاملة الحسنة التي تعاملت معه كندا مع اللاجئين يسجل كموقف مشرف لكندا، ولا يمكن يعني تغميض العين أو تجاهله. ولكن علينا هناك أن نقف ونفاضل ما بين موقف كندا وبين موقف النرويج التي انتخبت وموقف إيرلندا. تأمل أن كندا اليوم هناك 20 دولة تفرض عليها كندا عقوبات: سوريا، إيران، لبنان، الصين، روسيا. يعني هناك مواقف يعني تدل على أن هناك محاولة كبيرة من قبل كندا بحشر نفسها ووضع نفسها في موقع مؤازر غير منتقد وغير مغاير للموقف الأمريكي. يعني تأمل أنه بقضية الصين أن تطبق كندا قرارات الولايات المتحدة على الدول والشركات بأكسترا تريتورياليتي، فوق أراضيها، تجاوبا مع أمريكا. يعني كل هذه الأمور لا تطبقها النرويج، لا تطبقها إيرلندا. هناك مواقف مشرفة وكاملة وواضحة وصادقة من قبل النرويج وإيرلندا مع الفلسطينيين. هناك مواقف مشجعة وكبيرة جدا وسخية من قبل إيرلندا ونروي مع الدول في أفريقيا والفقيرة. هناك عدم قبول من نروي ومن إيرلندا بكل العقوبات التي تمارسها أمريكا وتنتهجها كندا بدون أي نقد. يعني هذه الأمور مجتمعة، هناك تغير، هناك تغيرات حصلت وكندا مشكورة عليها، لكنها لم تكن كافية. وهناك نوع من القناعة
عند عدد كبير من الدول أن عند إجراء المفاضلة ما بين النرويج وإيرلندا وكندا سقطت كندا عن كونها قادرة أن تعطي الصورة الحقيقية عن مواقف مستقلة لحقوق الإنسان وللأخلاقيات والأهداف وإلى الأسس الجامعة في الأمم المتحدة التي لم تملي أو تنتهج. يعني تأمل أن وزيرة الخارجية السابقة ميسيس فريلاند تقول أن دخول كندا إلى مجلس الأمن سيكون ثروة كبيرة لدعم إسرائيل. لماذا تحتاج كندا هذا القول؟ كندا أن تكون ثروة لحقوق الإنسان، لمبادئ الأمم المتحدة، للحفاظ على السلام، لمساعدة الدول الفقيرة، لمنع تغير المناخ من آثاره السلبية. لماذا تعتبر كندا نفسها أنها مسؤولة عن الحفاظ على إسرائيل التي تنتهك حقوق الإنسان يوميا، التي باحتلالها وهذا يستمر سنة بعد سنة وهو مخالف لكل قرارات الأمم المتحدة؟ هناك 1600 قرار من الجمعية العمومية ومن مجلس الأمن تجاه إسرائيل بانتهاكها حقوق الإنسان واستمرار احتلالها الغاصب على الأرض العربية. لم تقف بوجه كندا يوما من الأيام، وهي مسؤولة أمام العالم على أنها من أهم الدول الداعمة للأمم المتحدة وللقانون الدولي. دكتور عاطف، بس سريعا خليني أرجع إلى الوراء دقائق قبل ما نحكي عن كندا، نسأل سؤال: كيف بتترشح، كيف طريقة ترشح لمجلس الأمن؟ هل أي دولة ممكن تترشح؟ وكيف يتم الترشيح والاختيار؟ أنا كما قلت أنه هناك 10 مقاعد، كل سنتين 10 مقاعد تبقى شاغرة. يعني كما قلت توزع هذه حسب الأقاليم، يعني لإقليم أوروبا وأمريكا الشمالية هناك مقاعد، يعني لكل من 5 مناطق كل واحد له 2، أفريقيا إلى 2، أمريكا الجنوبية، يعني توزع حسب الأقاليم. هناك مقعدين شاغرين كل سنتين ل أوروبا ولأمريكا الشمالية ولأي دولة لحق في الترشح. أوكي. كل ما يعني يكون الأمر أن تقدم الدولة التي تريد أن تخدم في هذا الموقع ترشيح نفسها له. أمريكا الشمالية تقصد المكسيك وكندا، لأنه أمريكا أوردي عندها مقر. حتى المكسيك جزء من أمريكا الشمالية، تعتبر جزء من أمريكا الشمالية. يعني هدول دول. واضح. لأن الولايات المتحدة عندها موقع دائم. فقط بيكون بين المكسيك وبين كندا. واضح. بعرفش أستاذ محمد، تحب نأخذ الأسئلة ونكمل أسئلتنا بعدين نأخذ أسئلة بعض الجمهور؟ لا نأخذ الأسئلة، بس أنا بدي ألقي سؤال أتوقع إنه كثير من الجمهور يعني بيسأل فيه، اللي هو خسارة كندا في مجلس الأمن، وهذا لقى جدلا. هل خسارة كندا في مجلس الأمن كان مصلحة عربية بغض النظر عن حبنا لكندا ويعني تأييدنا ودعمنا لكندا بشكل كبير جدا، ونود أن تكون كندا في مجلس الأمن بالتأكيد، ولكن هل كان ستضعنا كندا لو كانت في مجلس الأمن، كانت ستضعنا نحن العرب في كندا، ستضعنا في حرج أمام مواقفها التي نريد ونحتاج أن ندافع عنها في ليلا نهارا إذا كانت في مجلس الأمن وتساند المواقف الإسرائيلية ضد القضية الفلسطينية؟ العرب في كندا جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع الكندي، وكما قلت ليس هناك أي عربي يفرح أن كندا لم تدخل
مجلس الأمن، ولكننا لسنا بسذج، وقد حاولنا، وهناك عدد كبير منا قد قدم عدد من الأوراق، وهناك سفراء عرب حاولوا جاهدين أن يوفقوا بين موقف كندا الجديد والمتجدد والقابل والمساعد والمساند والمتفهم للعرب بقضايا صغيرة جدا قد تجعل من كندا بموقف أكثر ملائمة وأكثر قدرة على الحصول على التأييد الواسع. لم يحصل، لم يتمكن العرب من أن يجمعوا صوتا واحدا، العرب الكنديين، أن يكون لهم الصوت. هناك سفير يقول لي أنه حاول جاهدا بمواقف صغيرة جدا يمكن لكندا أن تعيد مكانتها وأن يكون لها صدى طيب وجيد مقبول بالمؤتمر الإسلامي وبدول عدم الانحياز الكوميتي أوف 66، لكن يظهر أنهم لم يأخذوا بهذه الاعتبارات وهذه الاستشارات وهذه النصائح. أنا أعتقد أن الكنديين العرب دور كبير جدا، لأننا لا نقبل ولا نريد خارج التكوين. I think في انترنت. سامعني استاذ محمد؟ انا سامعك، يبدو انه عند الدكتور عاطف في مشكله انترنت. على كل حال احنا راح ناخذ الاسئله. الدكتور عاطف بيدخل ان شاء الله من جديد، بيظبط الانترنت وبيدخل من جديد. طبعا نعم، مثنى بيحكي سعيد مساكو، اشرف بيحكي يعطيكم العافيه. في سؤال سأله مثنى طبعا للدكتور: كندا ليست من اللاعبين الكبار في ضمن هيمنة رأسمالية ضمن كارتيل دولي معروف للجميع تبعدها حتما عن صناعة القرار. هذا في سؤال هون: هل في نتائج استطلاعات الرأي الشعب الكندي حول هذا المقعد؟ ما أتوقع أنه كان في أستاذ مثنى استطلاعات بشكل عام للجميع، في استطلاعات صغيرة عملتها بعض مراكز المراكز الإعلامية. قرأت تعليقات شتى من عرب كندا وكنديين أن ثوب الصفيح المزركش هذا لن يليق لنا بنا. أعتقد هذا آخر سؤال كان بيسأله الأستاذ محمد وجاوب عليه الأستاذ عاطف. أنا هحاول أطلع الأستاذ عاطف عشان يرجع يدخل. مخلص بيحكي: الفرح والحزن لخسارة كندا مقعد بمجلس الأمن هو مقعد سياسي بعيد عن التخوين الذي لمح له الضيف. طبعا أمريكا بيحكي قوية بالقضايا العربية فقط. في سؤال من أما، هذا لازم نسأله للدكتور. وفي مثنى برضو سؤال، أخونا أختنا مرمر سوري تحكي الله يعطيكم العافية، أهلا وسهلا فيكي. سؤالك أما لما يدخل الدكتور حنسأله، بس خليني اتواصل مع الدكتور ثواني. الرجاء، يعني احنا القضايا المختلفه بدي احكي لكم شوي عن هذا البرنامج، برنامج حديث الساعه. برنامج حديث الساعه هذا راح يطرح كل قضيه تكون خلال الاسبوع من حديث الساعه. طيب عاد دكتور عاطف، وخلينا نسال دكتور عاطف اسئله الجمهور. نبدا بسؤال أما، تفضل دكتور جمال. دكتور بتسألك أما، بتقول Do you think، أنا معلش بدي أشيله، يعني في شيء أساسي وكبير جدا. تفضل. أن كندا تأخذ مكانتها الدولية، تأخذ كندا يعني مكانتها وموقعها بالقدر التي تكون به مستقلة ولها دور مغاير، أو على الأقل دور مستقل ودور موضوعي عن أمريكا. يعني كندا ليست دولة عظمى، ولكنها دولة لها نسميها القوى الناعمة، والقوى الناعمة مفعولة كبير جدا، لأنها عادة ما ترتبط بقضايا أخلاقية وإنسانية ومواقع يعني إيجابية، من مساعدتها لدول العالم الفقير، من مشاركتها بعلومها و
تكنولوجياتها المتقدمه وبالسخاء التي تقدمه لهذه الدول والمواقف لحقوق الانسان وللشعوب الضعيفه. اعتقد ان موقع كندا كبير ومهم، والدور التاريخي التي لعبته كندا ايام بيرسون وايام ترودو وايام حتى جو كلارك، يعني هناك مواقف لكندا كانت مثمنة ولها قيمتها الكبيرة، واعتبرها العالم الثالث والعالم أجمع أن لكندا موقعها الخاص المشرف والمستقل الذي بإمكانه أن يقدم معونات سخية ومهمة وفاصلة واستراتيجية داعمة للفقراء والدول الفقيرة والدول التي تحاول أن تتقدم، وكانت بمواقعها أيضا خادمة للسلام العالمي. كما قلت أن بيرسون كان المهندس الأول الذي طرح أهمية القبعات الزرقاء ودور الأمم المتحدة في إيجاد السلام والحفاظ على السلام. واضح دكتور. دكتور أما بتسألك، أنا حقرأ سؤال بالإنجليزي. Do you think Canada's foreign policy is the way it's due to Trudeau's political inexperience individually and partially the Liberal Party or because Canada is becoming blooder مش سامع بتحب تقرأ أستاذ محمد؟ دكتور هل انا مش قادر اشوف عشان الكاميرا، مش قادر اشوف السؤال. هو السؤال، هل تعتقد انه المشكله كانت في عدم خبره ترودو في السياسيه في الخارجيه في العمل الخارجي؟ يعني لا شك ان السياسه الخارجيه كانت الاساس الاكبر والاهم، ولكنها ليست قضية سياسة خارجية فقط. كما قلت اليوم لا تقدم أكثر من اليمن بالقبعات الزرقاء، أن كندا غيرت توزيع معوناتها الخارجية بشكل أصبح أكثر التصاقا بأهداف دبلوماسية وليس مساعدة الفقراء والدول النامية. هناك عدد كبير من الأمور، ولكن لا يمكننا أبدا إلا أن نفاضل، إلا أن نقارب، إلا أن نميز مواقف كندا تحت هاربر وترودو وما كانت مواقف كندا مع ترودو الأب ومع كريتيان. هناك فرق شاسع كبير جدا، وهناك مفارقة كبيرة، أنه في السابق كانوا دائما يعني بشكل قوي جدا يحاولون بجهد أن تأخذ كندا مكانتها المستقلة، وأصبحت بأيام هاربر بشكل كبير وبشكل أقل، ولكن لم يتغير كثيرا مع ترودو. في سؤال تاني بعرف إذا بتحب تسأله. أنا اعذرني جمال، مش عارف أقرأ أنا الأسئلة علشان النظر عندي شوي على الموبايل. ملف اللاجئين سوري. لا أنا مضطر أطلع وأدخل عشان أدخل على اللابتوب، معلش. طيب دكتور سامعني؟ يعني الشراسة الاقتصادية يعني ما أعرف فيها، ولكن أريد أن أقول شيء. وهناك يعني قضية أساسية، أن تعامل كندا مع اللاجئين واستقطاب عدد كبير من اللاجئين السوريين كان له أهداف إنسانية لا شك، ولكن لا يمكن أبدا أن تعزلوا عن مصلحة كندا التي تفتقر إلى العناصر الشابة لتنظيم السلم العمري لسكانها. يعني تمكنت كندا من استقطاب جماعات ناشئة شابة بإمكانها أن تجعل يعني الهرم العمري لصالح كندا، بينما أصبحت كندا وكانت تعاني من تناقص في أعداد زيادة السكان، لأن الدولة تحافظ على سكانها، عدد سكانها بمعدل 2.1 من البشر لكل عائلة، وقد
من 1.5 للسكان الداخليين، وصلحت هذه الأمور باستقطاب عدد كبير من الوافدين من المهاجرين. يعني لا يمكن إسقاط المصلحة الخاصة، ولكن لا يمكن أيضا أن نكون بشكل أو بآخر أن نقول أن ما شجع كندا على هذه كان فقط قضية داخلية عمرية، إصلاح الهرم العمري، وليس له أي دور إنساني. أنا أريد أن أقول أن هذا الأمر أمور تجتمع ولا يمكن تفضيل واحدة على الأخرى، ولكن أنه فقط كانت قضية أخلاقية ومحبة للإنسان، لا، كمان في إلى مصلحة عمرية. واضح واضح. دكتور نور بيزيد على ما، شكرا دكتور نور. دكتور نور دائما معنا وحيكون يوم معنا الساعة 9 نتكلم عن السياسة الكندية وعن الحزب الثاني اللي حنحكي عنه اللي هو حزب الخضر. بيحكي لنا انه المقعد هذا هو لويسترن يوروب اند اذرز، اللي هم كندا، استراليا، نيوزيلند اند اسرائيل هاف تو سيتس. نعم بسمع يا محمد. anyway قول له هذا التعليق من الدكتور، يعني اعتقد انه في تعليق مشكلة. تعليق هو تعليق من الدكتور نور. ويسترن يوروب اند اذر كندا استراليا نيوزيلند اند اسرائيل هاف تو سيتس. انا صوتي مش طالع كمان دكتور، ممكن تطلع برا وترجع من جديد؟ نعم بسمع. طيب انا حطلع الدكتور تعمل له. طيب طلعه خليه يدخل من جديد. طبعا انا بذكركم بالحلقه اللي حتكون اليوم الساعه 9 ان شاء الله رب العالمين، بده يكون معنا حلقه مع كالعاده عن السياسه الكنديه. حنتكلم عن الحزب الثاني، حكينا عن الحزب الاول كان بحلقتين اللي هم حزب المحافظين الكندي، اليوم ان شاء الله الساعه 9 حنتكلم عن حزب الخضر الكندي، ما له ما عليه، كيف نستطيع أن نكون مؤثرين فيه، خاصة أنه هذا الحزب عنده انتخابات قادمة قريبة جدا، فسنتعرف على الكانديديت، سنتعرف على توجهاتهم ميولهم، أيهم أقرب لنا وكيف ممكن أن نساعدهم. حيكون معنا الدكتور نور والأستاذ حسن غية زي ما وعدناكم في كل يوم اثنين. دكتور عاطف معنا باك، أهلا وسهلا فيك دكتور عاطف. اوكي شكرا حبيبي. لا هلا كنت ما عم بسمعكم، هلا عم بسمع. خلاص اهلا وسهلا، تفضل. طيب اتفضل دكتور جمال. في سؤال من اشرف بيحكي سؤال افتراضي، لو فازت كندا بمقعد مجلس الامن، هل كان هناك خطوره من توريث هذا المقعد الى حكومه المحافظين في المستقبل؟ اخذ بعين الاعتبار ان الحكومه الحاليه هي حكومه اقليه. طبعا هي الانتخاب للدولة وليس لحزب أو لحكومة مهما كانت هذه الحكومة. المقعد لكندا ومن يحكم كندا هو الذي يتكلم باسم كندا، ولذلك يمكن توريث هذا الموقف إلى حكومة محافظين لو نجح المحافظين في الانتخابات القادمة. أوكي. دكتور هو الجدل القائم حاليا، انا ما شفتش اسئله كثيره اكثر من هيك جمال بعد ما دخلت انا على اللابتوب. الجدل القائم دكتور حاليا انه مواقف كندا الان ليست كما تفضلت حضرتك، ليست المواقف التي نريدها نحن كعرب كنديين بالنسبه لقضايانا العادله، قضايا العربيه العادله، وعلى راسها طبعا القضية الفلسطينية. هذا الأمر أوجد مناخا من النقاش والجدل، الجدل الكبير داخل الأوساط العربية، وحقيقة أنا أتمنى أن تفيدنا في هذا الأمر. دعني أطرح الصورة بهذا الشكل. هناك من يقول أن لو كندا فازت في مجلس الأمن فستحرجنا نحن العرب الكنديين أمام العرب بشكل عام، وتحرجنا أمام العالم بمواقفها ومواقف حكوماتها المنحازة لإسرائيل. وهناك من قال مهما كان ذلك علينا أن نحاول الضغط على كندا، لا أن نتمنى أن تكون كندا خارج مجلس الأمن. هناك من رد عليهم مقعد مجلس الأمن هو مقعد وليس وطنية، وإذا كانت الإجراءات أو الأعمال الكندية ستحرجنا فالأولى أن لا تكون
في هذا الموقع حتى تعدل من سياساتها، ونحن نضغط على كندا لتعدل من سياساتها قبل أن تدخل مجلس الأمن وليس حين تدخل مجلس الأمن فتحرجنا. أين أنت من هذا الجدل ومن هذا الصراع، وكيف نوجهه باتجاه يكون أولا يراعي شعورنا ككنديين وطنيين، نحرص على وطننا الكندي، ونراعي بنفس الوقت عدم وجودنا في مآزق تضعنا فيها حكومات كندا المتعاقبة في مواقفها المنحازة لأمريكا وإسرائيل؟ يعني أولا هناك ضرورة لتوضيح أمر، نحن نضغط على حكومة كندا أن تكون متجاوبة مع أكثرية الكنديين الذي في استفتاء أخير منذ أسبوع قالوا كلمتهم وأنهم يؤيدون بأكثرية كبيرة جدا موقف كندا مع فلسطين ومع العالم الثالث ومع مواقفنا وحقوقنا الطبيعية في التعبير وفي تقرير المصير. يعني إذا كان هناك من ضغط علينا متجاوبة مع أكثرية الكنديين الذين قالوا كلمتهم بكل صراحة وبكل وضوح أنهم يخالفون كندا أن تلتزم وأن تكون مساعدة ومساندة لإسرائيل على حساب الحقوق العربية، وعلى أن تقف كندا موقفا صارما تجاه قبض الأراضي بمخالفة فاضحة كبيرة للقانون الدولي. ولذلك علينا أن نكون واضحين جدا أننا لسنا نتعلق هنا بقضية صغيرة، هي قضية الجالية العربية، هي قضية كندية بامتياز، والشعب الكندي بكل صراحة وبكل وضوح وبكل بساطة قال كلمته أنه لا يقبل أن تكون كندا منحازة متحيزة، خصوصا لنظام في إسرائيل، نظام مقعد مجحف بحق الإنسان والفلسطينيين وحقوق البشرية جماعة. طب دكتور، أنا في عندي سؤال، هل تتوقع أن كندا بعد الخسارة اللي حصلت الآن والحملة الإعلامية والسياسية اللي قامت بها، هل تتوقع أنها ستحاول مرة أخرى للدخول في هذه المنافسة على المقعد بعد سنتين، وماذا عليها أن تفعل لتنجح؟ أنا أعتقد أن لنا دورا كبيرا للجالية العربية، نحن يجب أن نعلن بكل وضوح وبكل صراحة أننا سنحاول وسندعم كندا في الحصول على هذا المقعد الذي نعتقد أنه مقعد استراتيجي ويليق بكندا، ولكن علينا أن نكون بصراحة أن لا يمكن أن يأتي عن مواقف لا زالت متجمدة منحازة محاشرة نفس كندا في مواقف مع الدول الأنجلو ساكسونية وإسرائيل في وجه العالم والإجماع الدولي على احترام طروحات السلام المقبولة دوليا بوجه أو بآخر مغاير للموقف الكندي الرسمي في سياساتها الخارجية. يعني دكتور، أنت شايف أن العرب لهم دور، قد يكون لهم دور في تحسين أداء الحكومة الكندية الخارجية الكندية، وبالتالي يكون لها فرصة أفضل في مجلس الأمن بعد سنتين؟ وهل تجد أو هل ترى أن سعي كندا من خلال ترودو، وأتحدث هنا عن حكومة الليبرال وترودو، سعي كندا ترودو لمجلس الأمن أمر استراتيجي أم أنه كان تكتيكيا يعني لأعمال معينة لمواقف معينة لتحسين صورة معينة لكندا، ولم تكن جادة الحكومة الكندية فيه بالشكل الكبير؟ يعني سأقول كلام قد يجوز أن يفسر بعدة أمور، ولكنني لابد أن نكون في موقف صريح ونصارح أنفسنا كما نصارح الآخرين.
أن الحكومة الكندية اعتمدت في موقعها وموقفها على النواب من أصول عربية وقد أخذلونا وأخذلوها. ولذلك علينا اليوم أن نقول إذا أرادت كندا أن تنجح في المستقبل عليها أن تسمع من أصوات الجاليات العربية والكنديين وألا تقتصر بسماعها إلى هؤلاء المزيفين الذين أعطوها الاستشارات التي مسؤولون عن ما وصلت إليه والصفعة التي أكلناها جميعا بعدم نجاح كندا في الوصول إلى موقعها المشرف. يعني أنا أجد هذا تصريحا خطير، أنا أجد هذا تصريحا خطيرا دكتور عاطف. خطير بس لم نكون صريحين لا لا احنا بدنا نكون صريحين. صحيح. احنا منبر صريح، منبر صريح طالب الأمر يتعلق بكندا، منبر صريح جدا. لا لك بصراحة أنه نحن أنا شخصيا دائما لا النواب اللي بيمثلونا عم بيوصلوا أصواتنا للحكومة الكندية، يظهر أنهم لم يوصلوا. يعني إذا بقول لك أشياء ما فيني أحكي عنها، بس أنا عندي معلومات أنه إجت الحكومة الكندية تقول له لأحد سفراء الذين كان يعملون جاهدين لإيصال كندا إذا موقف أننا لن نقبل نصيحتك وسنقبل نصيحة نائب بن أصل عربي قال أن نصيحتك ليست بمحلها. نعم. واضح واضح. يعني إحنا لازم لازم يجب أن نكون يعني بصراحة واضحين وصريحين ومنقول كلماتنا. يعني جزء لا يتجزأ من أهمية هذا المجتمع وهذه الدولة وكوننا مواطنين فيها أن فيها حرية التعبير، لا نريد أن يقضوا على هذه الحرية. هناك من يقول لنا كيف تجرؤ أن تتكلم هذا الكلام؟ أنا أجرؤ لأن هذا هو موقف كندا، لأني أعتبر نفسي كمواطن كندي عندي كل الجرأة وعندي كل الحقوق وعندي الواجب أن أصارح بلدي بما يهوى بمصلحته ولا أن أجامل أحدا أبدا. نعم. طب دكتور أنا بس سؤالي كان هل تتوقع أنه كندا ترجع تخوض هذه المعركة مرة أخرى، وماذا عليها أن تفعل لتفوز بهذا المقال؟ يعني أنا أرجو وأتأمل يعني وأدعو إلى موقف من كندا أكثر تفهما وأكثر مرونة وأكثر قبولا بمراجعة دقيقة ومراجعة يعني في العمق، لماذا خسرت كندا وخسرت في السابق، وما يمكن أن تعمل كندا لكي لا نقع في هذا الموقف الذي وقعنا فيه. أنا أعتقد أن هناك ضرورة وضرورة لسماع الأصوات من جميع الأخوة وجميع المواطنين وليس فقط العرب، ولكن علينا أن نكون بصراحة بموقف يعني جريء وموقف صريح وموقف واضح. ليس هناك أي مجال للمجاملة هنا، لأن المجاملة ما نفعت، أكلنا الصفعة، فكيف بإمكاننا أن نتجنبها في المستقبل؟ وما يمكن أن تقف وتفعله كندا ونفعله نحن ويشاركنا إخواننا المواطنين الكنديين جمعاء في تحسين موقعنا والاستفادة من دروس الماضي للوصول إلى نتيجة أفضل في المستقبل. طيب دكتور عاطف، إحنا في نهاية هذا اللقاء نتمنى أن نكون أجبنا على كل الأسئلة التي تجول بخاطر الأصدقاء المشاهدين الإخوة العرب المتابعين، ونقول أنه السياسة ليس فيها وجها واحدا ولا يمكن أن نختصرها في لقاء، وفيها من التعقيدات ما لا يمكن أن نفسره ربما بهذه البساطة، ولكن نشير إشارات ونضيء إضاءات عن حالة معينة، وهذه الحالة التي كانت في هذا الموقف الذي يعني خيم واقعه علينا هذه الأيام في آخر أحاديث الساعة التي نتحدث عنها حول مجلس الأمن ومقعد كندا في مجلس الأمن. فإذا كان هناك لك كلمة أخيرة دكتور عاطف
لأصدقائنا المتابعين، وبشكل عام حول الوضع الراهن، وبشكل عام حول مجلس الأمن وموقف كندا وفرصها من المقعد. الكلمة الختامية لك، تفضل. مشكور. يعني أولا أود أن أشكركم على إتاحة الفرصة لي لكي نتناقش في هذا الموضوع. ليس لي الموقف الحصري أو أنني وحيدا يعرف الحقيقة والمجدي والأفعل، ولكنني أريد أن أقول أننا نواجه اليوم مسألة بسيطة. خسرت كندا انتخابات دخولها إلى مجلس الأمن، وهذه الخسارة ليست الأولى، وستخسر مجدداً إن لم تتعاطى كندا بصراحة وحتى بوقاحة مع الأمور التي أقصتها على أن تحتل مركزها التي يليق بها والتي كانت قد قامت به على أفضل وجه في السابق. أرى أن هناك ضرورة للمراجعة وضرورة إلى إعادة النظر وإلى إعادة المواقع والمواقف التي تؤهلنا مستقبلا إلى الوصول إلى النتيجة التي نبتغيها جميعا، وليس هي فقط على الجالية العربية ولكن على الكنديين أجمعين. نعم. باسم كنار تي في، دكتور عاطف، نشكرك شكر جزيل على إتاحة لنا هذه الفرصة لاستضافتك وللتحدث مع الجالية العربية، نتكلم عن تجوب أو ليتكلم عنها كثير في مجالسنا خاصة بالمجتمع العربي. باسم كنار تي في نشكر كل من حضر معنا الحلقة سواء بتعليق أو حتى عمل شير. بنشكركم جميعا على ما تقوموا به لدعم هذه القناة. بنذكركم الساعة 9 إن شاء الله حيكون معنا لقاء مميز عن السياسة الكندية في حلقة مع عن حزب الخضر الكندي مع الدكتور نور القادري والمهندس حسن غية، فإن شاء الله تابعونا الساعة 9 يعني بعد أقل من ساعة. ونقول لكم جميعا دائما أن رؤيتكم دائما تسعدنا، فكونوا معنا، والسلام عليكم. السلام عليكم. والسلام عليكم.